الهانجر رجاء رجاء خلاص انت تاتوني بسرعه في شوف حشيش شو اسمه ابراهيم المعيد مزروع المزروع الملعب الصغير الاولويه اللي حضروا ابشروها ابشروها انا اول واحد والاولويه اللي شلوها مرحبا مرحبا مليون الحين ابو محمود انا طلعت 12 ساعه جمهورك داز لي شيء حلو مرحبا مرحبا تعالوا يا شباب حياك تراني انبسط قالوا امس 24 ساعه قاعد يغسل ملابس تعال كل كل من ورا من ورا شفت 24 ساعه جالس يسجل ولا ينام الا ساعتين يلا حد حنا والله انا ما ترى بيل علي تعبان للمعلومه انا رجعت قبلها انا السرور لكن اسمع فنايه التعب هذا الحفل النهائي باذن الله ان شاء الله باذن الله خذها والله اجيب حديان تاخذها على طول مو حديان يلا يا شباب حول حول اتحداك اذا كانت حديان سلام لا الحديان ما اخذ حديان تاكل واحد راح يجيب لي ذي وعطيتك ذي طيب انا ياخذ علي وش علي حطها عند ذي ياخذها على طول والله ترى حال بعض حتى انا والله نسحيت ما به ثوب ولا جبي ولا ولا به مشبك اللي خذ الحذيان دي اعطني هذا اعطني هذا الحين بروح خذ خذ روح اغسل اه يغني اكتبها يا ابو محمد نرى داري ما تغسل اعطيها مو يصير تعب يصير خير اعطيه هذا مر المجلس اللي قاعد قدام تدري حذانك وين تدري حذانك وين انا شفته تحت الكنب حق بس راح اغسل بروح اجيبه والله بجيبه تحت الكنب لازم لا ترى اللي قاعد ما ادري وين حذيان ايه كل واحد راح غسل ما لقيت المجلس طيب وش ذنبي اقعد بدون حذيان عشانك يا رب نفسي بدي نفسها بالنار خذ خذ اذا دم خذ حرام تاخذ والله هذه ما خذ تعال تعال ارسل شوف الرجال اللي عطاه بنت كل واحد عند اسمه كل واحد عند اسمه تعال لك ذا اسمار راقي والله هذا والله الاقراها بنبرة اعلاميه فويس اوفر ان معاد معاد ابدا بيجون ابدا يلا خلص معنا بيجي ابشر اسمه ابشر اسمه هاي مانا مرحبا ابو سعود يا شباب اللي داخل هنجر الله يرضى عليكم لازم نحل احمد هناك اكسكيوز مي الكل يحضر اللي ما يحضر اللي ما يحضر ما له هديه ما له هديه نعم خلك صارم في قوانين ما له هديه ايوه هديه فخمه يا اخوي عد من واحد الى عشره وابدا الله يطول عمرك طيب نبدا عد من واحد الى عشره اعطهم جوال اخير واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه وربع ونص وثلث وثلث وثق ربع النص عشرة خلاص يلا وربع ربع النص عشرة وعشرة خلاص حياكم الله أعزائي المتسابقين مرحبا أنا خارج اللعبة نجم 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 مع عبد الرحمن أيوه جزاك الله خير على التوضيح طيب طبعا هذه هدايا شباب حاولوا تركزون هذه هدايا متواضعة لكم بالعكس وقليله في حكم اي والله العظيم يا رب يطول عمرك كان ودي اني اجيب لكم شيء افخم من كذا لكن لكن يلا وجودك يكفي طال عمرك تعلم لا ازعل ما ادري الرحمن الله يطول عمرك الله يطول عمرك احرجتني طيب حياك الله يا منصور مع ان عدينا عشرة بس لا بس منصور هذا خلاص علي الكلثمي وين؟ ماني زهمك انت وياه ماني قاعد يناديك يبغى يستبعدني وقابلته بالداخليه طيب ما ابي استبعدك بس احب اهدى يا شيخ يا اخوان ابتدى يا شيخ هذه الهديه مقدمه من امي الله يطول عمرها اقوى تحيه معاذ ومن فريق الدعم طيب الله وجهها ام معاذ على اساس الله يطول في عمرها لا هي افخم هديه في العالم طيب كيف تبغون نبدا؟ بالاولويه واللي تعب الوسط وخير الامور اول شيء لحظه لحظه في مقدمه ما خلصتها بيض الله وجهك وش يقول يغار من هالسحاب بياض يغار من هالسحاب الله يسلمك ان شاء الله نساعد واللي رتب ابو عاير بيض الله وجهك مالي جودة والله ما قصر بيض الله وجهك يا منصور قال لهم فضل يا ابو يومكم جبتوا لي العشاء الليله المره قال لهم فضل يا ابو انا كنت ابي كلكم بيض الله وجهك خدامينك طال عمرك ابو عبد الرحمن قال لهم فضل اخوياك ايش فائدتهم يا عم بس لازم لازم ما لنا جودة ما لنا جودة ابدا يا الموضوع جدي يلا خلاص بيض الله وجهك وجهك كبير سود الله طيب يوم تقول كلمتك معاذ معاذ تسمح لي بحاجه تسمح لي اذا جيت تبدا
لا يبدون فواز ولا احمد سعود ولا عبد الرحمن جيبه لانهم اكثر ناس لانهم راح يجلسون الى الفجر فعلا فحاول تخليهم اخر ناس عشان احنا نتكلم ونفهم كيف نحكي طيب لحظه اكثر واحد ينتقدنا واكثر واحد يحكي عندي فكره عندي فكره يا جماعه عشان لا احد يزعل طريقه جديده ايش رايكم كذا لا اصبر لا كل واحد ياخذ هديته ويروح ارجوك لحظه اصبر صلى على النبي عمي ابو كبش عد لنا 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 سعد سعد برضه سعد 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 انت وين جبتها اعرف على 10 استاهل والله كبش مساك الله بالخير مساك الله بالنور بسم الله والصلاه والسلام وش يسوي الله الرحمن وش الله يكتب اجرك معك ويجزاك خير ويبيض وجهك ويسعدك ويطول عمرك ويزوجك ان شاء الله الزوجه الصالحه امين ان شاء الله اللي تجيب ولد يشبه لي جزاك الله مثلي ها وشو كمل 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 اول شيء الله يسعدك يا معاذ وبيض الله وجهك والله العظيم انك وسعت صدورنا ودخلت السرور على قلبنا والله يسعدك والله ان على قولتكم انك كفيت ووفيت الله يطول بعمرك عرفت سعد فيه ورقه اقراها في ورقه في اوراق داخل والله معليش احسب ما في اول شيء لحظه في ورقتين صح في هنا رساله طيب في هنا تغريده لحظه بفهمكم الاليه ترى في شفتوا الاسامي الموجوده هذه اسلم ورا الاسامي في تغريدات من الجمهور عشوائيه يعني انت ممكن تقرا تغريده لعبد العزيز انت ممكن تقرا تغريده لسرور حلو وفي رسائل لكم خاصه في الورود حلو طيب تمام انا طبعا من حسن حظي ان التغريده اللي جتني لعلي الكلثمي يستاهل هلا اسلم توصل التغريده من حساب هلهل تقول علي الكلثمي هلهل هلهل الحساب اسمه هلهل تقول علي الكلثمي من أكثر الشخصيات اللي أثبت نفسه فيها عفوية وعايش واقعيته بشكل وعايش واقعيته بكل بساطة نتمنى تبقى على هالرتم وفالك المركز الأول يا رب فعلا ورانا من أكثر الشخصيات الممتعة طيب لا خلي يقرأ رسالة خلني بقرأ رسالتي في مشكلة يا أستاذ سرور كلنا كذا خليني أعصب هذا خطبة الجمعة يا أخوي الله يقرا ابليسك قصدي الله يتذكر لا رساله من شخص غالي عليه يقول السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله هلا والله ممكن تسمح لي بس بتخيل صوته يلا يقول السلام عليكم حبيبي سعد حبه بورس هذا اي رساله عفويه من اخوك ومحبك اولا تملك الصوت والاخلاق وحضورك جميل وغير ممل شخصية مؤثرة وإيجابية قبل لا أكمل هالشخص عزيزي علي وعلى عبد العزيز بن سعيد من هو من هو تكفى فقط اسمع مني هذه الكلمات جددت نيتك وحددت هدفك جدد نيتك وحدد هدفك من البرنامج كل يوم قدم أكثر باقي في جعبتك مواهب ما أخرجتها أصنع أثرك بعد البرنامج عمل يبقى لك حتى تموت الله يطول عمرك أطاعته استغل المنبر اللي أنت فيه الآن في شيء إيجابي ينفعك حي أو ميت لا تشغل نفسك باللي يصير خارج البرنامج مالك شغل فيه اهتم بنفسك فقط لأن معك جيش أوله عندك وآخره والله ما أدري وين بس كبير إن شاء الله الله يسعدك ويبيض وجهك يا تاج راسي هذا أسامة المانع الله يبيض وجهك الله يكتب أجره إن شاء الله تمزح يوم قلت الله يسعدك والله العظيم الحين أقولها فعلا إنك وسعت صدري يا ألب بقلبك يا شيخ يا حبي الإمارات ويسعد وأنا والله العظيم إني أعتذر إني ما حضرت الليلة الإمارات أنا في أمور كنت لازم أسويها بعد العشاء لكني ما قدرت لأني وقتها ترى كنت مواصل يومين والله أدرك معك أي والله أدرك معك الله يسعد ممكن أفك هذه هنا بيض الله يجيك طبعا الهدية عبارة عن عطر ومسبحة ضيع مكان عطر ومسبحة طبعا المسابح كلها بأساميكم كل واحد مسبحته باسمه الله يلا حبش كبش طيب يلا انت اطلع من المنافسة لا ابدا من الوسط ابدا من اليمين ايه ابدا من مكان ثاني والله مستمتعين تبغى نساعدك الفجر والله مستمتعين والله مستمتعين خذ راحتك يا ابو سعد طيب لحظة انت تبغى من النص طيب اصبر ترضوني اختار اختيار عشوائي يا شباب اختيار عشوائي اختيار عشوائي يلا طيب اسمع عندي فكرة والله عندي فكرة ترى غمزوا لي اربع اللي طلع من الاستوديو بدري اللي راح بقول هذا مثلا تقول لا هذا ما لا لا ما قلت ايه يا والله لعبة حلوة يلا يلا منها نلعب في لعبة يا عيال بس ما لعبة الهدية لعبة يا عيال واحد الصوت لعبة الهدية ابو علي لعبة الهدية هو بيطلع هناك وبشر هذا يقول ايه او لا ايه لا لين يقول ايه يقول ايه يقول
يلا اهني امك على الفكره وامك يلا يلا خذ خذ يا ولد. طيب هذا لا هذا لا هذا ايه لا انا والله العظيم اني ما ادري اني اشهر انا لا دقيقه خلي وخر ايده اقدر من كم خلي وخر ايده والله العظيم اني ما دقني والله خذ راحتك خذ راحتك روح روح والله ما يدري باقي بكمل بتشوف الحركات ثانيه كلها لحظه ثلاث كلنا بنقول اشياء ايه لا لا والله لا حلوه 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 طبعا شوف السبحه يا جماعه سعد الكلب الله يجيكم والله حلوه والله لا كذا تبخر انت ما العاد يا عيال التغريده اللي عندي طبعا هذا اول شيء انا اشوف ان باب ثقتهم ان شاء الله والله يجعلنا على حسن ظنهم هذه اختمالك بيض الله وجه امك وان شاء الله ان صوتي يوصلها واضح عشان بعد الشباب حلف بالله ما يوصل واضح بدور بدور مع الشباب هذا فان شاء الله فالله يبيض وجهها ويجمل حالها ولا يهينها ووصلت الهديه واشوف انها يعني من افخم الهدايا والله اللي جت اي والله بالنسبه للتغريده فانا اتشرف صراحه اني اقرا التغريده هذه اللي موجوده طبعا شخصية ظهرت لنا بدون أي تكلف دائما ما تبدع وتضع لك بصمة تمتلك موهبة رائعة ومطلوبة استمر جمهورك ينتظر منك المزيد دائما من هو هذا؟ أنا معاذ عبد الرحمن تستاهل تستاهل والله يا أبو عبد الرحمن طال عمرك فين الورقة؟ أنا أشوف من حساب سمر هزاع الله يبيض وجهك ونعم فيها وفي كلكم ما عليك رسائل معاد يبي يقرا التغريده طاحت ايه خلينا نقرا والله قاعد اعتذر عن الخلل الفني يا جماعه دقيقه بس عيال هنا في ورقتين هذه ما ادري حقتين والله هنا في ورقتين شباب يا شباب الخشب مره فخم نبغى نستخدمه في يقرب لكم نظافر شيلوا هداياكم بعدين اعطوني هنا في ورقتين والله فكره والله عبد الله جبران عبد الله جبران تبع مين عبد الله جبران عبد الله جبران عبد الله جبران ايوه هنا في ورقتين واحد عبد الله جبران عبد الله جبران عبد الله جبران عبد الله جبران حي العين صالح هذا سرق الله والله ما سرقت لقيت ثنتين هنا والله الله يسامح تحيه لابو جبران يستاهل والله اني بقوله تحيتين بعد له والله خلوها ثلاث تحيات اول شيء الله يجعلني فدوه يا ابو جبران جايني فداك والله يا قلبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عليكم السلام، يلا حيا حيا الله ابو جبران، ايش اخبارك؟ عساك طيب؟ يقول اخوي والغالي علي كثير، صالح اسال الله ان يوفقك وياك يا قلبي، وان يحقق لك ما تتمنى، انت كنت علامة فارقة في البرنامج، وقدمت الكثير، ولا زال عندك الكثير اللي تقدمه في حياتك، شرفت اهلك وربعك ورفاقتك، والله ييسر امرك وامور اخوياك وبالتوفيق، اخوك عبد الله جبران، جعلني فداك والله تحية يا الربع له، يستاهل والله. تعني والله تستاهل يا واهدي له اقول خليتني صدق تفضل ايه بس اسرع اسرع حمد سيد حبيبي اسرع ايوه يقول ايه ها ايه ها ايه جعلني سم لو شاز عليك انت روحي ايه وجعلني سم يا ابو جبران لو شاز عليك وانت روحي سلامتكم والله يستاهل 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 ابو جبران كمل اللعبه يا اي والله ايوه كمل اللعبه معه بس ما في انت ها يلا لا لف هناك وخر ايدك وخر ايدك وخر ايدك 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 يلا هذا لا طيب هذا ايه والله ما ادري صورر يلا الجاي عشان نعدل هو كان ناوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صح 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 هذه بيدي الهدايا بيدي الحمد لله اولا احب اشكر الوالده الله يطول بعمرها على طاعته اي والله شكرا لك شكرا لفريق دعمك معاذ كنت دائما رائع ومبدع واسال الله سبحانه وتعالى ان يطيل في عمرك الاعلامي شكرا على الهدايا باين انها مكلفه جدا وخصوصا الخشب صراحه فودي انه الخشب يعني تشيلون هداياكم الخشب تحطوه هناك عشان نستخدمه في الحفل الختامي الورد نحاول نسقيه نستخدم ستيج يعني ولا شو لا نبغى عندنا حركه نسويها طيب. عشان يكون لك اثر في الحفل الختامي طيب يلا ايوه رسالتي الفيصل بن قربه وين حبيبي دخل مو فيه فيصل بن قربه ابدعت وتالقت شاعرنا المميز شكرا لكل ما بذلته من مجهود نطمح للمزيد من رونقك صحيه وجمال حرفك سلمك الله حبيبي جيعان هو معلش اعذره يا كل العيشه خلاص
خله لا ابدا. كلام حلو كثير هنا مكتوب. بعد خاص نص عبد العزيز بن سعيد ولا شو السالفه؟ لا يمدحوني بس والله يمدحوني بس كلام كثير بس لو شوي بس يثري المكان. قدمت لنا رسائل جميله بكلماتك اللي تلمس القلب وتؤثر به وبتعاونك مع اخوانك المتسابقين كنت لهم الناصح الموجه المستشار بافكارك العقلانيه وبحواراتك المقنعه التي تنم عن فكر اعلامي متزن ومتمكن. ابهرتنا بالحانك وبخامه صوتك النادره. بارك الله لك وعليكم وجعل بينكما مدري ايش خير. استاهل استاهل. هي نفسها نفسها والله هي نفسها. اتوقع نفسها. من الرساله؟ يلا معاذ عبد الرحمن. معاذ يلا مو مكتوب هذا. ايه فريق دعم محمود. اوزي والله اشكرك والله السبحه يا قلبي والله افا السبحه مره يا استغفر الله. استاهلون والله استاهلون يا حبيبي. قريب في حقكم فعلا. لا لا والله جايك تسلم جايني في البرنامج راح اتصور فيه. طيب طيب اولا اسمع يا رجال بس مو بكامل والله ما بكامل ما عليك. اليوم طاح وجهي 3 مرات زين وبيكم. اي والله ايش الغريب؟ المره الاولى ابى اشهد وحده قفلت بوجهي وقلت لها تكلم سمع قفلت بوجهي. المره الثانيه وانا بلعب على شيله بلعب على شيله سامري انا وليد خلصت الشيله. المره الثالثه كنت ابي اختم بالشيله هذه مو شيله انشوده لمراتي للامارات وطلع فاصل. كويس اللهم لك الحمد هذا في صالح الامارات. اسمحوا لي اقولها اسمحوا لي اقولها. طيب لا الحين بتتفشل المره الرابعه. اسمحوا لي يا شباب ما في وقت. بس بيتين مو بيتين يا اخي هي فخمه بسرعه قولها. نجلس نبسط نضحك هناك داخل ما نضحك نخ على انتم عشان تحفظوا تقولون يعني الحمد لله على النعم الحمد لله في اصوات حلوه اسمعوا صوتي عشان حفظوا النعم. يلا شيله شيله نلعب فيهم باحساسك. احنا مشينا باحساسك. نموت ويحيا شموخ العلم اقوم احتراما لهذا العلم ورمز اتحاد الوفا والهمم ستبقى لنا بيرقا شامخا تعانق بالعز عالي القمم ونعشق الوانك الاربعه وتفخر بها السبع منذ القدم ابو ظبي ودبي والشارقه لعجمان وام القويي نعم ويا راس خيمة عشتي لنا وتبقى الفجيرة أحلى نغم خليفة وأخوانه الأوفياء رجال الإخاء والنقى والشيم وأبو خالد اللي بفكرة منير حمادة رهب قوة وحزم وعزم نحبك والحب ينبض هنا وحبك يا دار عندي الأهم وشكرا لك. يعطيك العافية يا حبيب والله كنت أبي أختم فيها. طيب يا شباب نبدأ. الرسالة اللي عندي الشخص والله إني أحبه وأحبكم كلكم والله. يا شباب بسوي نفسي منصب. الرسالة لسعد الكلب. سهل من رحيل اقراها باحساس. طيب اقراها باحساس. سعد الكلف من كل بحره قطره. من كل بحر. اوكي سعد الكلف. سعد الكلف من كل بحر قطره ان بغيت في الانشاد تلقاه وفي الافكار الابداعيه تلقاه وفي الالقاء وعند القران اولا. ما شاء الله هنيئا لك. التغريده ولا السالفه الله يسعدك. هذه باحساس. شكرا على الاحساس يا حبيبي. يا رب والله يا امي يا بعدي الله يجلس الجنه. تستاهل تستاهل. تقول امي كلام طيب هذا يطرا يطول بعمرها يا رب. سماهم في وجوههم عاد والله تنصد. امي 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 خلاص خلاص. سماهم في وجوههم نذكرها كل ما شفناك وانت تحاول الابتسام على الرغم من جديه التجربه وثقلها عليك. عارفين انك تبذل جهدك في سبيل اظهارنا في اجمل صوره. تدري طلب منا فريق دعم معاذ نكتب لك واصعب طلب اطلبوه والله لان في حقك يجز الكلام عن الكلام. كفيت ووفيت يا حبيبي والله يرضى لي عليك. صف قلم. الله يخليك الله يخليك يا شيخ. استاهل فواز. استاهل استاهل يا حبيبي. اصبر قبل شوي القصيده نبغاها مطلوبه.
خلاص يعطيك العافيه. راح نحطه في الحفل الختامي. طيب خلاص بنمشي بالدور. يلا احسن عشان وقت. احمد سعود لا خلاص. دخل البريد معنا. احمد سعود نايم؟ يلا تعال بسرعه بسرعه. خربت يا سرور. لا 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 اصبر سرور. احمد سعود في نوم علي الحرم ما ياخذ ثلاث دقائق. انا عندي شغل والله بعد. بتشوف. خلاص قدام قاعد علي الحرم. شغلك مشغول يا ابو. راح ثلاث دقائق وجاز ما قال. والله اني مشغول عشانكم شغل. بسرعه 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 بسرعه. مشغول 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 يا ابو الجود مشغول. بالتوفيق الله يوفقك احمد سعود. اي والله كويس. يا رجل احس. بعدنا ما شاء الله. بس يا احمد استعجل ها. مرحوبا يرجع. صوت. ابو خالد. يا شباب عشان الوقت تكفى. ان في بعض الشباب والله مشغولين. طيب لحظه قبل لا تبدا بعد احمد سعود تسمحوا لي صالح الفرحان وسرور. سرور مشغول وصالح فرحان عنده شغل ضروري مع الاعداد. معليش قوتي الثانيه معك للصبح وقوتي الثانيه عبد العزيز الشهراني. والله انت ابشر انت لك الوقت كله يا حبيبي. شفت كيف اني واسطه يا عبد العزيز. لا لا شوف انا وياك اخر اثنين. شوف احنا بدينا درس قبل ما ساعات. طيب اقول حاجه يا عبد انا كل واحد خليه يقرا وجالس. طيب اسرع يلا. طريقه جميله والله. والله اسرع. بس اني يسوي اولا مرحوب يرجع احمد بدون مصدر من جله الكلام والكلافه يا الفله. حاول تنجز. اقرا التغريده اللي داخل. احمد سعود مع عبد الرحمن عنو جيبان. لا بعد شبدي. الله شبدك. معينا زبله. معينا زبله. يا يعجز اللسان عن مدح شخصيته واسلوبه طبعا واسعه قلبه مع الشباب. الله يوفقك وفالك المراكز الاولى. اللهم امين. امين الله يسمع منك. هذا من حساب غصن الفهد. ونعم مفهود. استاهل. استاهل عبودي. شكرا. رسالة ابعثها اليك اخي احمد سعود. اخو يكفيك فخرا من دخولك للبرنامج ان تكون خادما لكتاب الله. ويكفينا جميعا تلك الفرحة بالبشائر التي تتوالى إليك واحدة تلو الأخرى. وتلك الرسائل التي تصل إلينا تخطها عبارات التأثر بك. فهناك طفل صغير يكتب على الورق: أحب أحمد سعود لأنه حافظ للقرآن. والأطفال الذين التحقوا بحلقات القرآن محبة وتأثرا بك. هناك أيضا كبيرات في السن يرددن معك التلاوة والأذكار. كنت ولا زلت شخصية مؤثرة وقدوة للكثيرين. فعلا تستحق لقب خادم القرآن. قد مثلت البحرين وعائلتك خير تمثيل. ووالدي وجميع عائلتك فخورون بك. ثقتنا بالله ثم بك كبيرة في الحصول على المركز الأول. تمنياتنا لك بالتوفيق وفالك البيرق. اخوك حمد سعود. احلى تحيه حق اخوي الصغير حمد. طبعا اوجه تحيه لك والوالدتك. الله يطول عمرك. وان كنت لا املك الا الدعاء فانا اقول اسال الله ان يطيل في عمرها ويفرحها دائما. امين. واوجه تحيه من هذا المنبر. منبر. الله يجزاك. والله ما تكمل لما اقول كلامي. والله. والله. احمد احمد. جمهوري لحق عليه اشكره يا اخي. مجهور مجهور مشكوك مجهور. يا احمد احمد جمهوري احمد الغالي وجمهوركم كلكم اشكركم لانكم دعمتوا بعض ودعمتوني. لولا الله ثم انتم والله ما وصلنا للنهايات. والله تعبنا. اشكر ليش والله العظيم نسيتني. والله كان عندي كلام. منصور الحمد لله جدت من رب العالمين. الله يبارك تنسى. روح روح خله خله خله. اسلم يا منصور. معاذ اخذ الكيو. احمد ممكن تسمح لي؟ والله اني بشكر جمهوري. مشكور والله. جمهورك جمهوري. عارف ان ما حاش من حاشاكم. يا ولد مزعت لغه الباديه لين ما قلت امين. خلاص ياك هذه خاصه فيني طال عمرك بدشنها. خلاص احمد ما حاش. اشكر جمهوري. احبكم استاهل جمهورك. القسم الرجال وقسم النساء والله العظيم. الله جنتل عنتل ده قبل عيد يا عيني. ايوه ام الجود. انحش يا احمد.
اسكت بيض الله وجهك. ما قلنا لك اسكت، ما قلنا لك خل منصور يتكلم. ما في الا بحريني. يا شباب 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 شباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا لامك ولدعمك وشكرا لك. عفوا يا حبيبي. اسماعيل نصار، رساله من سمر بتقول: اسماعيل نصار، حضورك جميل ومبادراتك رائعه، قدمت ما يرضي جمهورك وجمهورك ينتظر منك المزيد الى الامام. سلام. منصور ولدي اسال الله. من منصور؟ منصور ولدي، هذه امي يا جماعه. الله يخليك يا الله يخلينا امهاتنا وامهاتكم ويجعلنا بارين بهم ان شاء الله ويرحم الميتين. امين. منصور ولدي اسال الله ان يوفقك ويحقق لك مرادك، ما نسيتك من دعواتي، بالتوفيق لك ولاصحابك. امك على راسي امي، الله يسعدك. عبد العزيز الشهراني. مصطلح قيمه قليل بحقك، كنت الرقم الصعب في البرن. اوكي صدى صدى يا كنترول، اعطوه صدى. مصطلح قيمه قليل بحقك، كنت الرقم الصعب في البرنامج وكنت صاحب روح خفيفه، ونقدر نقول يا وسع صدر الجنوبي النهائي يليق بك. استاهل. الاسم درعوطه. استاهل استاهل. طول بعمرك من جابك. الجميل ان الرساله جايتني من البحرين. كفو ما شاء الله. استاهل. من الشيخ احمد دسمال. والله يقول الصديق العزيز المهندس حمد اللاحم: كل التوفيق لك في برنامج حياتك، فأنت خير من يمثل سفراء الخير. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أقواما اختصهم بالنعم لمنافع العباد، وأني أسأل الله العظيم أن تكون منهم. وكما يقال: إن كان للإبداع أهل فحمد اللاحم هو متربع على رأس ذلك الإبداع. كل التوفيق لك يا غالي، نحبك في الله. شكرا شيخنا. وطبعا اشكر الحجيه الله يجزاها خير، ونشكر فريق دعمك، ونشكرك الف الشكر ان اليوم سويت لنا احلى ليله. الله يجزاها خير ولك سرور بالشباب. الله يطول عمرك. اسلم يا صالح. منصور القرني. ان غاب افتقده الجمهور، وان حضر يحجب حضور الجميع. رجل لديه كاريزما عاليه وجميله، ننتظر منك المزيد وجمهورك معك. استاهل ابو علي. ما عرفت تستحي. صالح صالح. الذيبه الذيبه احمرت وجنتيه خجلا. ما عرفت وين يستحيك. ما عرفت يا صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسال الله ان تكونوا في اتم صحه وعافيه. اللهم بارك لهم في اوقاتهم واعمالهم، وارزقهم من حيث لا يحتسبون. لا تخلو هذه الحياه من المشقات والمتاعب التي تعثر خطواتنا في تحقيق أهدافنا. لا تجعل من هذه العثرات نهاية لطريق نجاحك. اجعل طموحك وأهدافك أقوى بكثير من أي عثرة أو مثبط. أقم صلاتك وأتمم واجباتك، ولا تنسى والديك، واعمل على تطوير نفسك يوما بعد يوم. ختاما، على عكس المصائب الفرص لا تأتي إلا فرادى، فاغتنمها. أسأل الله لك ولزملائك التوفيق والسداد. أخوكم ماجد عويري. هذا من أعز أخوي والله ماجد عويري. الله يجزاك خير يا معاذ، أنت وأمك، ويجزاك خير الإمارات. جزا خير الامارات اللي جابتك لنا واكمالت الليله الجميله. الله يحفظك. بعد راسي والله. عفوا يا حبيبي. والدتك اللي هي والدتنا في نفس الوقت. لا شك. الله يطول بعمره ويخليها لكم ان شاء الله. امين ان شاء الله. طبعا هنا قبل ما اقول اسمه بقول تغريده من طيف الشريف، تقول: شكرا على كل اثر طيب زرعته في قلوبنا، وشكرا على تواجدك الدائم على البث. الله يوفقك وفالك المركز الاول. هذه طبعا الى فواز الشمري. الله يستاهل. يستاهل. طبعا الرساله الثانيه يقول من مين؟ من حبيب قلبي اخوي دغش بن حمد الدوسري. مالك الزود. يقول: افتخر باخي وصديقي عبد الاله النجم الخلوق وصاحب المبادرات الرائعه، فقدته بعد دخوله برنامج حياتك، ولكن مهما مما يهون الفقد انه مثل اهله وربعه واصدقائه اجمل تمثيل. يهمني نجاحه واتمنى له التوفيق يا رب العالمين. الله يعطيك العافيه يا ابو حمد، جزاك خير يا حبيب قلبي. دراسي محمود. طبعا الرساله اللي عندي لعبد المجيد البندر.
استاهل. يقول عبد المجيد البندر جالس يطور من نفسه وشخصيته تغيرت بعد ما رجع وصار يثبت نفسه أكثر من أول. أهني طبعا الحساب من حساب ماريا. استاهل عبد المجيد. استاهل. طبعا الرسالة أنا بس أستسمحكم بوقف. تفضل. لأن الرسالة هذه جاية من أختي. استاهل. اللهم آمين. تقول لعله من عجائب الحياة أنك إذا رفضت كل ما هو دون مستوى القمة فإنك دائما تصل إليها، لذا نحن معك حتى تصل لتلك القمة، معك لتصل لذروة النجاح، معك وبك لارتقاء فوق مستوى القمم والثبوت على هذا الخط المدروس في نجاحك. استمر على منوال التقدم والصمود. أختك. اللهم امين وجزاكم خير جميعا. تعال يا ابو حمود. يلا ابو نجيب. الله وجهك. شكرا لك. يقول لك ترى هذا كان هنا بعدين نقص. يلا. طيب نجبان ولا اقطع وردك ناكس. والله والله على كيفك. لا 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 تكف يصير دور يطول. يلا اسلم اسلم. وش الرسالة؟ صدعك يا ابو سعيد. ابو سعيد. ابو سعيد. ابو سعيد. اطالبك خليك. ابو سعيد ابو سعيد ابو سعيد ابو سعيد. اسمع اسمع. ابو سعيد من يوم هذه. رسالتك قصيرة عليه الحرام انه يقول قبلك. انا حضر. ابشر والله بعزه. هاي يلا عبد الله. يلا عبد الله. طيب يقول لك سويلح شخص عفوي جدا. بسيط في طرح مبادراته، صبور إيجابي دائما، صاحب الروح المرحة. اتفق الجميع على محبته وأنه قطب البرنامج. استمر جمهورك معك. الله عليك. استاهل صالح. آخ ضعنا رسالة جايتك من شخص غالي جدا. يقول لك عبد الله نجيبان كن حريصا على بناء قصور الصداقة على المحبة والاحترام والثقة، بل كن فنانا في كسب الأصدقاء بما يمتاز به من صفات، بل كان فنانا في كسب الأصدقاء بما يمتاز به من صفات جميلة ومهذبة، فصفاته الرائعة أكسبته صداقات كثيرة وهي من مكاسبي أيضا. أتمنى له التوفيق لأنه شخص يستحق أن يكون قدوة. أنا هالآدمي ذا لازم أوقف له. هذا عز أصدقائي وصديقي من الجامعة، صديقي من الجامعة إلى الآن، وهو من أعز أصدقائي ورفيق دربي. أنا مسميه نشمي بن قاعد عتيبي. ما شاء الله. ونعم 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 حبيبي. سلام يا عزوز. أنا حلفت حلفت حرمت حرمت. أنا أبو وليد آخر شيء أصلا. ترى متعود أنا الهدايا ذي أخر واحد. عندك شغل. أسلم أسلم يا أبو سعيد. عند الربع دونيك أنا فاضي ما عندي. أول شيء اللي أرسل رسالة. أو شيء أقرب الشيء الثاني شروط اللي نسي رسالة. والله إي والله. على فكرة تراهم أعطوهم عشان تحطوهم صناديق زي كذا وأنا أبولي ورق. والله أبشر. هديتي خلها لك. بيض راج بيض راج. والله والله يا القليل من كنا. والله وأنت ورقة. كويس. أمسك. لا والله جاني هداك والله ما خل. طيب أنا صاحب الهدية جابوا لي ورقة. كفو. خلاص هذا دليل على التواضع. وش ذا هذا قفلك. يقول سر في احد غيرنا وش ما ورق بعد صناديق. تعرف نادريني مو الله يعطيك. اقرا معي الحديث هذا صوتك. انا والله وقفت عشانك. ايه اسمعي اسمعي طبعا المرسل جميله حساب سرور روقي يحمل الكثير من الابداع ومنافس قوي في البرنامج وحريص على نقاطه، وبالرغم من الأشياء التي صارت له إلا أنه ما قصر ومستمر. ما قصر. أيوة. أسلم أسلم. صح صح. يا أخي خلنا نركب مقطع الرجال الله يرحمه أبوه. عيدة عيدة. صحيح. عيدة عيدة أبو سعيد. سرور الروقي يحمل الكثير من إبداع ومنافس قوي في البرنامج وحريص على نقاطه، وبالرغم من الأشياء التي صارت له إلا أنه ما قصر ومستمر بتفاعله وتواجده. تواجد. يستاهل يستاهل ابو حمود. يستاهل والله يا عمرك. والله لي الشرف طالع. الله يسلمك. نزلها انا. الله يعطيهم العافيه ويجعلنا عند حسن ظنهم جميعا. اللهم تفضل وردة حبنا. الله يطول عمرك. يقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الى اخي وعضيدي، فخورا بك وبما تقدم. اسال الله لك التوفيق والنجاح وان ييسر لك الخير واهل الخير. اخوك عبد الله. ذاك ابو سعيد الله يجمل حالك يبيض وجهك. والله انا كنت العضيد ولا المحزم الضرر.
السلام يا وليد. بيض الله وجهك يا معاذ وبيض الله وجهك. احد يسحب عليه خلوني يوم اقول لحقت. بيض الله وجهك. لا لا ببقى معك. بيض الله وجه امك وفريق دعمك ولا يجي منكم ياها عوال زائد لا كوفي. في حقكم اي والله. الله يجمل حالك. صدق انت قلت حاجه نعتب عليك فيها. يوم قلت انه الهدايا ما هي بالفخامه اللي انت تبون، يكفي انه من امك وهذه اكبر فخامه. الله يطول عمرك. اي والله. الله يطول عمرك. اشكرك على عفوا يا حبيبي. تعودنا على كل شيء فخم. واشكر الوالده الله يطول عمره ويجزاه خير يرزقها الجنه. امين. واهني على هالتربيه الحسنه. جزاك الله خير. الرساله اللي عندي يا طويل العمر لصالح الفرحان. يستاهل. شخصيه جميله. فواز. الرساله طبعا من راما المثبته. صالح الفرحان شخصيه جميله متزنه بين المزح والجديه. يظهر على طبيعته بدون اي تكلف. فرض نفسه على الكل بهدوئه واحترامه للكل. أما الرسالة يا طويل العمر يقول: أخي وحبيبي وليد، أبعث لك هذه الكلمات ممزوجة بالحب والتفاؤل. يا من تحلو معه كل الأوقات، ليس أجمل من أخ ممزوج بنكهة صديق. قد يصل الإنسان أحيانا إلى قمة الألم والإرهاق، ولكن مجرد رؤية طيفك على شاشة التلفاز كفيل بأن يخفف عن كواهلنا أثقال الإرهاق ويزيد في وجوهنا لوحة الأفراح. أتمنى وأطلب من الله أن يرزقك حلو الحياة ونعيمها وراحة الآخرة ومستقرها بعد عمر مديد. فالك المركز الأول يا بطل حياتنا وحياتك. في حفظ الرحمن أخوك تركي. بيض الله وجهك. ما عليكم زود. ما عليكم زود. الله يعطيك العافية. ممكن أهدي بيتين كنت بقولها بالمضياف لك. يقول يا طويل العمر، الفخر لرجال الإمارات محجوز. محجوز. كنا الفخر مخلوق لعيال زايد. زايد الله طول عمرك. المجد والناموس والطيب والفوز. هالأربعة لعيال زايد عوايد. الله طول عمرك ما عليك زود. صح بدونك انت يا. لا قوم. يا عاد راسي تستاهل أكثر. طبعا البيتين مهل لي حافظهم قديم ترى. معروفة ترى قصيدة معروفة. بالله؟ أوكي. بغيت أكذب أقول لي بغيت أكذب أقول لي. طيب دقيقة بس. بس دقيقة. باقي اثنين. أنتم ثلاثة بس. لا انا ما بقرا رسائل بس بقول اسم ال خلي العيال يقولون وعلى اخر شيء لا لا خلها من الحين يلا عشان اوكي 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 طيب اوكي هو اوكي انت تعرف انجليزي والله انا ما اعرف ايش اسم المتجر وين الحساب اللي منه هذا تي او يو سي اتش بعدين اندرسكور اللي هي الشرطه اللي تحت بعدين اي تي بعدين الشرطه اللي تحت بعدين اف ال او دبليو اي ار جميل ورقم جوالهم 055-325-0561 أي ثاني؟ إيه 055-325-0561 واضح؟ نشكرهم على هالتنسيق والله نشكرهم والله جدا, جدا جدا على الترتيب الجميل هذا أسلم يا بن قلبه بسم الله أقرأ اللي تحت ولا اللي فوق؟ أقرأ اللي فوق بعدين أقرأ اللي يقول لك محسن الشهاري أسلم قدمت رسالة لو مهما صار لك من ظروف تبتسم ويكفي روحك الجميلة وقلبك الأبيض الله يوفقك بحياتك وردة وانا داعي طال عمرك الله يحفظك بالله عارفين ايه الوردة في الموضوع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد حكاية من ألف ليلة وليلة تحكي عن المدينة البيضاء وعرايس السكر التي تتهادى في طريق النجاح أمي تقول أمس وردة واليوم حسكر عرايس هذا في طريق النجاح برفقتك لون البياض ووسامة الفجر ثنائي فرح في قلبك سفير حكاية الغيب التي تلثم وجه الأرض وطرا كل صباح فخري ومصدر عزتي كبرت لا أعرف إلا أنت طموح وكل أمنياتي طموحي وكل أمنياتي تؤثر ضحكتك فيني نشاكس يوما نشاغب آخر وتكبر معنا شقاوتنا استاهل واكبر اكثر واكثر وتبقى انت الاخ الذي تزهر من ربيع كل الحقول وان كبرت يوما ستبقى انت البصمه الاجمل التي ملت دنياي بالفرح مع الحب واصدق الامنيات اختي سارة الله يطول عمرها استاهل سلام يا من اول شيء كذا على السريع أنا يمكن أكثر ثاني واحد مبسوط بالهدايا بعدك يعني تستاهل حبيبي تستاهل ثانياً الرسالة هنا مكتوبة من آخر واحد إلى محمد الشهراني آخر واحد تختلف كلماته وحواراته حسب الشخص اللي يجلس معه مدري هو عربي مدري عام يراعي سن الشخص اللي يحاوره ويختار كلماته
ويختار كلمات تليق به. نعم التربية ما شاء الله. تمام. الرسالة اللي جاتني أنا: محسن يا عيوني وقلبي أنت، ما أدري إيش أقول لك، لكن صدقا يعجز اللسان عن الكلام، ولو تكلمت ما راح أقدر أوفي حقك يا صاحبي. الله يوفقك يا عيون أخوك ويكتب لك الخير فين ما كنت وفين ما رحت. صدقا أبدعت وأمتعت، متأكد أنه عندك الشيء الكثير، استمر وتأكد أني معاك في كل خطوة تخطوها، وراح أكون ذراعك اليمين وسندك بعد الله. لك مستقبل كبير وموفق يا رب، مثلت وشرفت أهلك واليمن خير تمثيل. تحياتي لك حمادة. حمادة حبيب قلبي. شكرا حمادة قلبي. تفضل يا اسماعيل. تفضل. هذا مع مرثية ما شاء الله. لا أو شيء أقرأ التغريدة بعدين. طبقة. لا أقرأها كلها. أخلاقك عالية ورسالاتك واضحة، والكل أحمد سعود حبه الصغير والكبير، بالاختصار أحمد مدرسة للأخلاق. أحمد سعود. استاهل سعود. الرسالة جاية طبعا من شيخي في الحلقة من أيام المتوسط والثانوي. ما شاء الله. طبعا رسالة كبيرة فيها إطراء كثير، أنا بختصر نصه لأني أشوف إني مو أهل الإطراء هذا زيادة علي. تستاهل. أخي الحبيب إسماعيل النصار من الطلباء النجباء. طيب في كثير وبشوف اللي بيجي بعدين. لا والله، لا والله صعبة. وهو من أفضل طلاب الذين صاحبتهم وتدرست معهم، في همة عالية في الطلب وعزيمة في الأمر، وقد رأيناه في القناة في حضور مبكر للصلوات وانتظام في حلقة القرآن، وأدب جم وسمو الخلق. فيا رفيق الدرب ويا حبيب القلب ويا صاحب القلب الطيب، من عرفك أحبك، ومن صاحبك ما تركك، ومن جالسك ما أملك، فكن كما عهدتك يا حافظ القرآن تاليا لكتاب ربك، محافظا على صلواتك وساميا بأخلاقك. فأنا الذي منك تعلمت، وأنا الذي من سمو خلقك خجلت، فلا عجب أن يتعلم الشيخ من تلميذه، فرب تلميذ قد فاق شيخه. محبك وأخوك أحمد بن خالد الهاجري. نعم. بيض الله وجهك يا أحمد. نعم. ويعطيك العافية. لا والله. اقرأ اقرأ اللي فوق. أنا ما أبغى تطلع. عطرة نقراها احنا. ابشر غيمك. هات تحت البث. لا ما تطلع على البث. يا اخي طيب. ليه ما بكيفك؟ اي نعم. الله يعطيك العافية معاذ، ما قصرت اليوم. خلصت يا معاذ؟ طيب ابدعت. انا بقرا لك ولا انت تقرا نفسك. يلا. هذه رسالة لعبد الله المسعود من الجمهور. عشان كذا عبد الله تميز وتألق وابدع وخرج ورجع وخرج ورجع، اللي اقول لك عليها. وهذا ما اثر عليه. لا وهذا ما اثر على تفاعله. حتى لو هم مو ما هم متسابق، بعيد عن المشاكل الشقردية معك. الله يطول بعمره ويخلينا الشقردية على عيني على عيني وراس الشقردية. والله هذا الشقر طبعا يا جماعة، الشقردية جمهوره اسمهم جمهور جمهور الشقر. عليكم زود، عليكم زود. معاذ بالله رفتك شقردي. ايه. عبد الله مو موجود. ايه. رسالة موجهة شقردون. اقول لك اشوف عبد الله شقرد هنا هو شقردون في تويتر. ايوه بيضا وجيم شقرديه. عرفت يقولها والله الشقرديه. عرفت. طيب عبد الله مو موجود، والرساله اللي موجهه لي عند عبد الله ولهم حق اني اقراها والله. طيب من يوزر اسمه ريما. والله اني ما ودي اقرا الكلام، لكن الحق يوم قرات يا ولد كله مدح، استحيت قسم بالله. اسلم 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 الوكال. اسلم اسلم يا وليد. يوم قرات الا مدح على طول يا ولد. من ريما تقول: وليد الشمري مميز في اخلاقه ومحب لغيره ومتفاعل دائما، وهدفه واضح ورسالته ساميه، وهذا دليل على ان وهذا دليل على صدق سعيه لتحقيق اهدافه وإتمام تجربته. بيض الله وجيكم وجزاكم الله خير، يجعلنا عند حسن الظن. خلاص هذا الدوسي بس اقرا. طيب بس بقرا رسالتي. صح نسينا حقك. هذه رسالة من أمي الله يطول بعمرها. ما شاء الله. تقول: ابني معاذ، أهدي إليك سلامي وحبي واشتياقي، فهذا ليس بوح عابر أكتبه لك، بل بوح روح وقلب أم وقلب أم محب محب يدعو لك دوما. إنني أكتب لك والكلمات تسابقني وأسابقها رغبة في التعبير لك، فأنت يا معاذ فخر لقلبي وحبيب لروحي. الله نستحيت يا فلذا اعتزمت أن أبوح بفخري بك أمام الجميع، فأنا فخورة بك فخر يتعدى معنى هذه الكلمة شعورا وإحساسا، فخرا لا تصفه كلمات ولا تعبر عنه مشاعر. فبالرغم من أنك طلعت من المنافسة، لكنني أرى أن المنافسة الحقيقية ليست مع أي شخص إلا مع نفسك، فعليك يا معاذ أن تلون لوحة حياتك بنفسك، فأنت من ستختار ألوانها.
ونصيحتي لك أن تستمتع بلوحتك ولا تدع الظروف ولا الناس يؤثرون عليك فيفسدوا عليك تناسق الألوان. ودخولك لقناة بداية اعتبرها بداية انطلاقة لك في حياتك فيكفيك فخرا أنك كسبت 21 أخ كسبت محبتهم واحترامهم بالرغم من اختلاف شخصياتهم وطباعهم، فمحبتهم لك نعمة لا تقدر بثمن، وكسبت كذلك جمهور محب، فمن السعادة استشعار هذه النعمة وأن تشكر الله عليها. من والدتك أم عادل عبد الرحمن. أسلم. شباب تكنسل الامر اللي قلت لكم قبل شوي، تعال بلا امر خير ان شاء الله ونعوضكم ان شاء الله باذن الله. وما جت لا الخوي، فلذلك احنا ما ودنا نسوي شيء من وراه، ودنا انه هو اللي يفرح. مبهمه لكن ان شاء الله مع الوقت تدرون. لا الله خير، الله يعطيكم العافيه. وانا اسف والله العظيم اني قلت لكم وحرصتكم. بس باقي هذه رساله من جمهور فريق الدعم. معاذ عبد الرحمن شخصية تميزت بالواقعية، اتفق الجميع على محبتك، تألقت ببساطتك وبإبداعك، طموحك عالي لذلك استمديت الإيجابيات وتركك للسلبيات. نطمع بمزيد من مخزون الإبداع الذي لديك، قدمت وأبدعت، رسمت الابتسامة وتركت أثر جميل، قبلت التحدي لتثبت أنك تستحق الواقع، تمتلك موهبة رائعة ومطلوبة، تركت بصمة جميلة. نتمنى لك التوفيق والنجاح في مسيرتك الإعلامية. مشرفات دعمك سمر هزاع، رغد الشمري، سارة، لميا، فيداز، عصابة الأربعين. تذكرها؟ أسلم أسلم أسلم. الرسالة اللي وصلت إلا هنا في رسالة، طبعا هدية لمحمد الشهراني، طبعا رسالة من الريم آل بريك إلى سعد الدوسري. استاهل سعد. سعد الدوسري اجتهد وصبر وضغط على نفسه وحافظ على نقاطه ووصل النهائي بجهده فقط رغم كل الظروف، يستاهل المركز الأول وبجدارة. يستاهل أبو محمد. علي الكلثمي، الرسالة اللي جاي اللي عند علي من نوفا العطوي، المحمود فلاح العطوي، أبدعت وقدمت كل ما هو جميل، أبدعت في الإنشاد ومحاور ومقدم رائع، فالك المركز الأول يا صاحب القلب الطيب. يستاهل. في باقي رسالة ما انقرت الربع. نتمنى لك مزيد من التقدم والنجاح يا فخرنا. استاهل ابو خالد. طيب في الختام عندك شيء؟ انا عندي. الله وجهك. اسلم. تفضل استاذ منصور. طيب. بعدك أسلم. امك بالرساله كاتبه انها عزمت انها تبوح بفخره. ابي اقول له بس ترى يا معاذ مو بس انت اللي تفخرين بمعاذ، والله ان احنا يا ال 21 نفخر بخوه معاذ ومعرفته وانه مكسب لنا جميع. اي والله. الله يطول بعمرك. أنا حرام يوم يقرأ رسائل العبرة وقفت لي هنا. يا حساس. يا عاطي. الله يطول بعمرك. لا بس غير يوم يجي الكلام من أمك يا أخي تحسها صدق وصل لقلبك. هذا حاسب الشعور أتوقع. أسلم. والله يا شباب كفوا وفوا، لكن شكرا أم معاذ الله يطول بعمرك. تستاهل. وهي بحسبة والدتنا والله. أي والله. والله يطول بعمرها إن شاء الله ويحق لها أن تفتخر بواحد مثلك. جزاك الله خير. الله يطول بعمرك. لبى قلبك. وجهك أبيض. وجهك أبيض. حرم وجه على النار. في أداء يوم يمس سلموا بعض الشباب وفي بعض لا لا عادي. وجهك أبيض. وصلت بيض الله وجهك. قبل لا تروحون يا شباب. وجهك أبيض. الله يطول بعمرك. منكم ما حضرت لي مرتين. والله اني داري بعذرك، داري بعذرك. وانت عذرتي والله انا كان ناوي حضر. وعذرك وعذرك يا حبيبي. عذر السمو حق حياة. عذرك. حاب اشكر امي فريق الدعم واشكركم انتم واشكر المتجر اللي جاب لنا الهدايا هذه، والله ما قصر معانا. فودي اني اعيد رقم ال تاتش ات فلاور تاتش ات فلاور 055 055 32 50561. حلوين؟ امين امين ان شاء الله. بيض الله وجهك. والله انها فخمه. والله فخمه. اعترف انها افخم هديه وصلت. لا لا فخمه هي. ما ودي امدحك مره تشوف نفسك علينا ولا والله انها فخمه والله. الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. اسلم. امس انا جبت كبك باساميكم صح؟ نفس اليوم معاذ جاب سبحه باساميكم نفس الطقم. ما كبك ما قال كبك انا. الا موجود ترى بعض الشباب شالوا نصها. وين حطوها؟ ما ادري. والله نفس المتجر. اي والله. ها
انه لهم يا الشقرديه محد على صوتكم عالي غنوا فخر يا الشقرديه يا عالي يا عالي رب قلبك عبد الله رب قلبك ابو مسلم بدورها لك والله تشدها ارضى اني كنت قريب منكم بديت اتكلم على البطوله الماضيه الله يوفقها ويجزاه خير ويرزقك ان شاء الله بالراوج على قره عين لها انت واخوانك كلهم ويخليكم ابوكم الله يعطيكم العافيه الله يعافيك عندي نقطه خارج الموضوع اقولها اسلم اسلم انا اليوم قلت قصيده في الهانجر على سلطان هاجري ونسبتها لغيره فانا اعتذر من سلطان ما في مشكله قصه الاكزس يتقبل ان شاء الله في سلطان فرصه سعيده والله احنا اسعد يا حبيبي مالك شرح معذور واعذروني على القصور يا رجال اعذروني على القصور وجهك ابيض الله يطول عمرك ما ودك تسوي الليله اماراتيه ثاني مره كذا يجينا شيء ثاني شيء كذا انا خلص بيض الله وجهك والله اسع ما قصرت والله بعد امشي امشي يا ابو مسفر اصلا المفروض امك ما جابت هدايا المفروض جايب صورك كذا ومزها علينا تخيل بس عاد اخذ الصوره اقول امسك هذه هديه ارميها لك لا والله بيض الله وجهها وجزاها الله خير والله تستاهل والله